يا عيب شو ما عليكي برباي، انت هيك بتردي لي محبتي إلك؟ عائلتي عم تهتم فيك كتير، كلهم بيحبوكي كتير كمان، بيعتبروكي كأنك أختي تماما. وشو مشان بابا يلي بيحترمك كتير، فكري فكري باللي عم بتساوي، بس فكري شوي إذا هلأ بنته الغالية تطلع من هذا المكان وهي لابسة هدول رح تتشوه سمعته. تخيلي شو بيصير وقتها. برباي سمعت بابا هلأ وسمعتي أنا، بين إيديكي أنتي أختي، أنتي فيكي ما تخلي هالشي يصير. برباي رجاء لا تكوني قاسية معي هيك، بترجاكي ساعديني. مو مشكلة إذا كل حكي اللي عم قوله عم قوله لوحدة ما بتفهم، شو بينفع الحكي؟ لا أختي، شو ما صار أنا ما فيني خونك بهالطريقة أبداً. يلا عطيني هدول التياب، هذا أقل شي بقدر ساوي لك يا. وفيكي تاخدي تيابي، بس بترجاكي لا تبكي، صدقيني سمعتك هاي من سمعتي أنا يا أختي. شكراً برباي، لو أنه فعلاً عندي أخت ما كانت رح تساوي الشي اللي ساويتي، عن جد شكراً. هذا يلي بيسموه عن جد تمثيل. أنا لبستهم بس لأنك أصريتي، بس مالي حاسستهم إنهم لابقين لإلي. باي، رح تلبسيهم بس شوي، ما رح تساوي هالشي كرمالي. ما منطول على الطريق، منوصل فورا حبيبتي. بس ما رح نوصل على الوقت، خلص تأخرنا ومشي الحال. أخي لكي بيكون راح هلا، نحن كمان لازم نروح، أحسن ما نتأخر على البيت. استنيني شوي هون رح شوف الطريق. شو هالتياب هاي؟ كتير بشعين ما حبيتهم. يلا امشي بسرعة، يلا يلا بسرعة قبل ما حدا يشوفنا. حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.